صراع جديد بين قطبي المعسكر السياسي الشيعي في العراق، التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي، والسبب مشروع قانون الأمن الغذائي. فالتيار الصدري يرى أن المشروع ذات أهمية كبرى للاقتصاد العراقي، فيما تذهب قوى الإطار إلى توصيفه بأنه باب من أبواب الفساد المالي، جزء من عملية الضغوط التي يمارسها الإطار التنسيقي اتجاه أولا التحالف الثلاثي، ثانيا اتجاه الكتلة الصدرية، والأمر الثالث اتجاه الحكومة، ولذلك البرلمان أصبح الساحة لهذا الصراع السياسي. رفض الإطار التنسيقي لقانون الأمن الغذائي عزاه مراقبون إلى خشية قوى الإطار من نجاح المشروع وأن يحسب سياسيا لخصومهم التقليديين. فمن يدعم هذا المشروع هو التيار الصدري، والذي يرى أنه يؤسس إلى تخفيف قبضة إيران على السوق الاستهلاكية العراقية. فالقانون يتضمن التوجه إلى تنويع مصادر الاستيراد العراقي. الإطار نعم يعني يعترض على إصدار مثل هذا القانون، لأنه يخشى أن يكون إصدار مثل هذا القانون يعتبر دعم للتيار الصدري أو زيادة شعبيته لدى المواطنين، باعتبار أن القانون هو بالنتيجة يعني يدعم المواطن أكثر ما يدعم الكتل السياسية. ويأتي هذا الأمر في وقت تحرم البلاد من تشريع الموازنة العامة مع اقتراب منتصف العام الحالي بسبب تفسير عمل الحكومة الحالية ووصفها بأنها حكومة تصريف أعمال. بعيدا عن أي تأثير إيجابي أو سلبي لقانون الأمن الغذائي على البلاد، فإن القانون دخل في دوامة الصراعات السياسية ما بين الكتل والأحزاب المختلفة أصلا. محمد فاضل، الغد، بغداد.